اللي كيهم مع الامر اللي عندهم يا اختي الشعر بحال شعريتي انا راه خرجت عليهم بالصبايغ وبلا بلاك. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما نتمنى نلقاكم هذا الفيديو هذه تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. شكون اللي كيهم مع الامر اللي عندهم يا اختي الشعر بحال شعريتي انا راه خرجت عليهم بالصبايغ وبلا بلاك؟ دونك هنايا غادي نعالجوا الشعر ديالنا ان شاء الله، بخصوص الناس اللي ولا بنياتكم اللي عندهم الشعر هكا قوي وجاف وحرش شويه. هاد الوصفه هذه كترطب لينا الشعر لواحد الدرجه ما تصوروش، راه كيف حال دايره الكيراتين. ولكن ديما اش كنقول لكم، الوصفه خاصكم تداوموا عليها، هاد الوصفه هذه تقدري ديريها جوج ديال المرات في السيمانه، ولا مره في السيمانه. شوفي انت شحال المره كتغسلي شعرك في السيمانه. هاد الوصفه تصلح حتى للبنيات الصغار انك ديريها لهم لشعرهم. كما قلت لكم انا كندير هاد الوصفه هادي، كتعرفوا الصباغه لا بلاك، يعني كطيح لينا الشعر، كتقتل لينا يعني الزغبه، يعني كتولي مقرضه، الشعر كينشف بصفه عامه. واخا كيكون شعرك دهني، الا كثرتي ليه الصبايغ يعني لي برودوي شيميك، يعني راهم كيوقفوا لينا الزغبه وكيحرشوا لينا الزغبه. دونك حنايا غادي نعالجوا بهاد الوصفه هادي. كما كتقول لكم خاصكم كوثر ديما، الوصفه راه عندكم في الدار. حلي اختي تلاشك ولا دوري غير جنابك وغتلقاي الوصفه. شكون يا اختي اللي ما عندهاش البنان؟ ها انت يا اختي وحنان، نوضي ديري الوصفه يا حنان. شكون اللي ما عندهاش يا اختي البنان؟ البنان يعني متوفر في اي دار، ولكن بشرط ان هذا البنان خاصو يكون طيب. هذا راه خليته على برا هذه شي 3 ايام يعني باش يطيب. الفوائد البنات، هذا البنان هذا اللي كيكون طيب راه فيه فوائد كثر 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 من البنان اللي كيكون باقي ما طيبش، يعني كيكون خضر ولا كيكون صفر. هذا اللي كيكون طيب هكا غني بالفيتامينات وغني بالبروتينات. راه الاطباء يعني كيقول لك البنان خاصو يتكال هكا، وانا عاقله في ماما مسكينه ملي كانت كدير لا شيميو كانوا كيقولوا لها في الطبيب يعني حاولي انك تاكلي البنان اللي كيكون طايب مهري هكا، بهاد العباره ديال الدارجه المغربيه ديالنا. راه فيه فوائد مهمه، كيحارب لينا السرطان هاد البنان اللي كيكون خضر، فيه منافع كثيره 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 على البنان اللي كيكون يعني باقي ما طايبش. ولكن هاد العبده الضعيفه حداكم كوثر ما كنقدرش ناكل البنان هكا، ما عرفتش علاش البنان الا ما كانش خضر ما كيبغيش يا اختي يدوز ليا. هو راه كيقول لك هذا راه فيه منافع اكثر من البنان الاخر، ولكن اذواق. ما كيقدش اختي يدوز ليا حيت كيكون سكري بزاف، كيكون معلك، وانا خاصني حاجه تكون شويه كروكون يعني قاصحه شويه. المهم كتبقى اذواق وكل واحد اشنو كيبغى ياكل. المهم غادي نرجعوا اختي للوصفه ديالنا، حنا راه ماشي في الطبخ دابا، حنا في لي ماسك. هنا غادي ناخذ البنان كما قلت لكم يكون طايب هكا، انا خليته 3 ايام بصراحه على برا قد ما يطيب مزيان ويطلق داك المواد ديالو كامله، هكا كيكون عندنا البنان. ان شاء الله غادي ندير لكم الماسكه الوجه بالبنان، غادي ندير لكم هاد القشره البنات ما تلوحوهاش، حاولوا انكم دوزوها على وجهكم راه فيها حتى هي منافع كثيره. انا بالنسبه شعري حيت قطعته ولا شعري حد هنا يعني جوج بنانات غادي يكفوني، غادي يكفوني مزيان. هنا دابا خاصنا هاد البنان هذا، علاش كيقول لك خاصو يكون طايب؟ باش ملي نجيو المعسول يعني يتمعس لينا مزيان، ما خاصناش يبقاو فيه داك الحبيبات اللي غادي يديرونجيونا هكا في الشعر، يكون فحال بوغي بالضبط. كندلكوه مزيان كيف هاد العباره يتدلك المعسول بالفرشيطه مزيان، ولا لا بغيتو تدوزوه في الخلاط الكهربائي يعني كيبقى لكم الاختيار. المهم انا غادي نمعسو حتى يولي عندي كما قلت لكم فحال فوري، وغادي نزيد عليه هنايا. انا غادي نستعمل اليوم هذا الزيت البلديه حيت هي الصراحه اللي عندي متوفره. الا عندكم مثلا زيت الكوك، زيت الجنجلان، زيوت، واخا تكون عندكم 7 ديال الزيوت تقدوا انكم تستعملوا، ديروا زيت البلديه، زيت الجنجلان، زيت الخروع. يعني حتى هاد الوصفه ملي كديري فيها زيت الخروع كنعرفوا بان زيت الخروع يعني كيحارب لينا تساقط الشعر. الناس راه زيت الخروع يعني كيبقاو يشقوا به الشعر ديالهم.
هذا ماسك البنات، ما بقيتش غادي نحلف لكم واخا انا في هذه القاعده ديال الحلف. المهم انا غادي نبقى نمعس فيه مزيان مزيان، يعني حتى كي تيتمعس ليه ما يبقاوش فيه هاد الكويرات هادو. عاد باش غادي ندوز ندير ليه الزيت ونقول لكم طريقه الاستعمال، يعني كيفاش كنستعملوا هاد الوصفه هادي على الشعر ديالنا. هانتوما الكويدات صافي، من بعد ما معست مزيان هاد الخلطه هادي هاد البنان هذا، دابا اش غادي نضيف معاه؟ كيف ما قلت لكم غادي نضيف معاه الزيت البلديه. الا عندكم زيوت يعني كما قلت لكم زيت الخروع، زيت الجنجلان، زيت الكوك، حتى زيت الكوك البنات واعر واعر واعر. غير انا عاده نوصي على زيت الكوك من المغرب بحكم بانني ما كنلقاهش هنايا. واعر البنات، حتى في لي ماسك خطير البنات. زيت الكوك حتى هو كيطول لينا الزغبه، الناس اللي كيعانيو حتى هما من تساقط الشعر كيملا لينا حتى هو الفراغات، ولكن هاد الزيوت هادي خاصنا نستعملوها يعني كتشقيقة للراس بكثره، يعني كل مره تشقي راسك بهاد الزيوت هادي. حتى لا عند شي وحده يعني ما عندهاش البنان، عندك غير الزيت البلديه، قبل ما تدوشي بواحد ساعتين طخطخي راسك مزيان بالزيت البلديه، وبالخصوص لي بوينت. حنا لي بوينت يعني هما اللي كيكونوا عندنا متضررين بزاف، كتخطخيهم مزيان 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 بالزيت البلديه، وكتلوي شعرك وكديري السلوفان وكديري واحد الفوطه سخونه. ديري السلوفان هو الاول، ومن بعد كديري فوطه كديريها في المطايب وعصريها وديريها فوق راسك داك السخونه، يعني خاصها ترجع على السلوفان. والسلوفان كنعرفوا بانه سخون يعني غادي يسخن لينا الزغبه، وغادي الزغبه غادي تستافد من هاد الزيوت اللي غادي نديرو، ولا من هاد الوصفات اللي غادي نديرو. كذلك ومثال، دابا هنايا انا غادي نزيد هنايا الزيت، البلديه مع البنان، راها غادي ترطب ليا مزيان الشعر ديالي. كنرجع عاوتاني كنخلط باش تنسجم، ما تبقاش الزيت الفوق والبنان يهبط ليا لتحت. خصوصا كنأكد الا عندك الزيوت كثر من الزيت البلديه غير ديري الزيوت، غير ديريهم، يعني ما غادي يضرك ما حتى شي حاجه. ولا شي سيده مثلا عندها، ديما كنقولها الا عندك حساسيه اختي من البنان تفاداي اختي حبيبتي، ما ديريش البنان، اكتفي غير بالزيوت، شقي راسك بالزيوت وعطي لي بوينت، عطيهم الزيت مزيان. وكما قلت لك السلوفان وفوطه عصري غطيها في الماء سخون، ما يكون طايب باش داك السخونه كما قلت لكم كترجع على السلوفان. ها هو الماسك ديالي البنات، ها هو الماسك عندي دابا واجد. هذا الماسك هذا الا بغيتو، الا عندكم متواجد في الدار، دابا انا ما عنديش البيض بلدي، ديروا صفار ديال البيض بلدي. صفار ديال البيض بلدي حتى هو غني بالبروتينات وكيرطب لينا الشعر. فهاد الوصفه هادي زيدوا عليها صفار ولا جوج على حسب داكشي اللي متواجد عندكم، ولكن من الاحسن انه يكون البيض بلدي، يعني ما يكونش البيض الرومي. ولكن دي فوا يعني ما كيتصادفش اننا عندنا البيض بلدي في الدار، نكتفيو بالبيض الرومي ماشي مشكل، ولكن يستحسن في الوصفه انك تضيفي البيض بلدي الا كان متواجد بطبيعه الحال. دابا هنايا هاد الوصفه هادي انا كملتها، درت لها الزيوت ديالها، قديتها، غادي نبقى نفرق شعري. هادشي خاصني ساعتين قبل ما نغسلها البنات، ساعتين قبل ما نغسل كنفرق شعري وكنبقى. انا دابا بحكم الحجاب انا ما نقدرش، ولكن غادي نشرح لكم، ماشي بحال الوصفه اللي غادي نديرها على يدي ولا على وجهي، راه غادي كنديرها لكم مباشره هكا. كنفرق شعري وكنبقى ميتشاب 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 ميتشاب، وانا كناخذ في الخليط وكنجبد مزيان وكنمشط، كنجبد وكنمشط. منا الزغبه كتليس لنا مزيان، علاش قلت لك ما انا داير فحال الشكل ديال الكيراتين، منك الزغبه كتجبد ليا، منا داك التدرجات كيطلقوا، وانا كنجبد هكا كنخدمها مزيان وكنمشط ونخدمها مزيان. عاوتاني نطلي ناخذ ميتشه عاوتاني وحده اخرى ندير ليها عاوتاني الخلطه، وكنبقى غدا وانا كنخدم كنمشط وانا كنهبط في الميتشه مزيان 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 مزيان، يعني باش الزغبه كاملها كتخدم ليا. من بعد كنجمع شعري مزيان
نجمع شعري مزيان، ندير ليه السلوفان، نغطيه مزيان بالسلوفان، ناخذ فوطه كيف ما قلت لكم، نغطسها في المطايب، نعصرها، نديرها فوق السلوفان كيف ما قلت لكم، باش الخلطه يعني تتجاوب مع الشعر ديالكم، يعني باش الشعر كيخرج لكم واعر البنات. من بعد كنلوي فوطه صافي، كنمشي نقضي شغالاتي ساعتين ثلاثه السوايع، يعني ما عندها ما دير لك هاد الوصفه هذه، واخا تخليها حتى 4 5 السوايع ما عندها ما دير لك، ولا ديريها في الصباح وتغسليها في العشيه، راه غير البنان والزيت البلديه، ولا لكنتو غادي ديروا الزيوت الاخرين نخليها في شعري. صافي من بعد كندخل نغسل شعري عادي، كنهبط مزيان بالشيتا باش داك البقايا ديال البنان كلشي كيهبط. الشامبوان دي ميلوغ الماسك ديال كتغسلي على شعرك عادي، من بعد ما كتنشفيه مزيان دهني شعرك بسيروم اللي كديري ولا بزويته بلديه، وشوفي اختي الشعر ديالك كيفاش غادي يخرج، غادي يخرج رائع، يعجبك الشعر ديالك. هاد الوصفه هادي تقدروا ديروها حتى للبنيات، حتى لبنياتكم الا عندهم الشعر متجعد ولا متضرر ولا واقف كما كنقولوا حنا حرش، هاد الوصفه هادي راه كترطب لينا البنات الشعر بزاف. وان شاء الله باقين عندي بزاف ديال لي ماسك، بزاف ديال الكيراتين طبيعي منهم ديال لافوكا، ان شاء الله غادي نحضروا لكم وغادي نوجدوا لكم من هاد العين قبل هاد العين. كاينين الناس دابا اللي عندهم حساسيه ديال البنات غادي نصاوب لكم دلافوكا، ولا عندكم حساسيه اختي دلافوكا ديري البنان ولا ديري الزيوت كيف ما نصحتك. المهم انا هاد الوصفات هادو عن تجربه شخصيه، ماشي غير كنجي وكنبقى كنهضر وكنقول لكم اشنو اشنو، انا كنجربهم على راسي، كنجربهم على شعري، شعري انا كنصبغه، يعني عاطيه عندي شعري زعر يعني عاطيه الصباغ. هاد الوصفه هادي صراحه كتولم لي يعني الشعر ديالي بمساعده لي ماسك اللي كندير بايفاس، هذاك بارطاجيتو معكم شحال مره اللي كناخذو من اكسيون ماسك واعر الناس. المهم الكويدات ديالي هنا غادي نقول لكم دابا اشنو، بسلام عليكم، تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو قادم. وبطبيعه الحال ما تنساوناش من اللايكات ديالكم اختي، داك الجيم ديالكم كيزيد يشجعني ونجيب لكم وصفات اكثر واكثر. بغيتو اي وصفه خليوها لي في لي كومونتيرات، ولا دخلي عندي الانستغرام ديالي كوثر شانيرا، تما كنتواصل مع البنات بزاف بزاف. يلا الكويدات تهلاو في فراسكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.